إذا موازنة 2020 يبدو بأنها يعني ستتضمن عجزا كبيرا، يعني الطريقة الفضلى لسد العجز تلك التي تطرقت إليها مسودة الموازنة، موازنة 2020. شكرا جزيلا، تحياتي لقناة فلوجة. أهلا بك. والمشاهدين الكارم ولك سيدتي الكريمة. أهلا. الحقيقة الحكومة العراقية وزارة المالية في وضع صعب جدا، لم تستطيع وزارة المالية إقرار مسودة الموازنة لهذا العام لعدة أسباب. هو تدهور أسعار النفط بشكل كبير خاصة في شهر 3 و4، وبالتالي أصبح من الصعب إعطاء تقديرات الإيرادات أو تقديرات المصاريف وحتى تقدير حجم العجز. حجم العجز كان يقدر بحدود 40 مليار دولار، الآن التقديرات هو 48 تريليون دينار، رقم مقارب. المهم أنه في هذه الثلاث أشهر، احنا نعرف الموازنة هي موازنة سنوية، لذلك تصدر باسم موازنة عام 2020، لكن موازنة ربع سنوية أمر مستغرب، لكنها في كل الأحوال أفضل من لا شيء. المهم تذكروا أن في هذه الأشهر المتبقية العراق لا زال عليه أن يلتزم بتخفيض قدره 850 ألف برميل يوميا للأشهر المتبقية من السنة إلى حد نهاية شهر 12. هذا يعني التخلي عن ربع الإيرادات النفطية اللي تمثل 93%، وبالتالي الأمور تصير صعبة. لكن من جهة أخرى العراق استفاد من فرق الأسعار التي تحسنت مع تحرك الاقتصادات وارتفاع أسعار النفط وتقليل التخمة في السوق النفطية. هذا العجز حقيقة من الصعوبة تغطيته بأي شكل من الأشكال، لكن ممكن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة اللي هي إدارة المنافذ الحدودية وتقليل الهدر ومحاربة الفساد وتقليص النفقات العامة ممكن يعود بيغطي حوالي نصف، بتصوري في أحسن الأحوال نصف هذا العجز، والعجز الآخر ممكن ترحيله إلى السنة القادمة. النقطة اللي ذكرتيها بالنسبة للإقليم، حصل قرار هو إرسال مبلغ محدد للأشهر الثلاث القادمة، هو 320 مليار، لن يكون أمر صعب تغطيته من الواردات الحالية. المهم في كل هذه الأمور أنه كيفية ستحتسب الحسابات الختامية في نهاية شهر كانون الثاني القادم. حسب قانون الإدارة المالية للدولة المادة 28 تشترط أنه في نهاية السنة المالية وإلى حد نهاية شهر 1 يجب أن تقدم وزارة المالية الحسابات الختامية، يعني معرفة كم صرف وكم كانت الواردات وكيف تعاملت مع النقص أو الهدر أو حتى الفساد في هذه الفقرات. فكيف يمكن احتساب حسابات ختامية لموازنة 3 أشهر فقط؟ هذه مسألة جدا صعبة. أيضا هناك علما أنه العراق لم يقدم حسابات ختامية للأعوام السابقة كذلك. أيضا هناك سؤال يطرح في كل مرة فيما يتعلق بموازنة 2020، يعني ستكون هذه الموازنة تشغيلية 100%، ما يتعلق بدرجات الوظيفية بالاستثمار سيرحل إلى موازنة العام المقبل أم ماذا؟ يعني كيف ستتحمل موازنة 2021 التبعات؟ تبعات 2020. شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالتأكيد موازنة بها حجم عجز بهذا الشكل ستتقلص النفقات الاستثمارية إلى حد الصفر تقريبا، والنفقات التشغيلية أيضا سيتم تقليصها، وبالتالي من الصعب إدراج أي درجات وظيفية جديدة لهذا العام الحالي مع الوضع المالي الحالي، ممكن ترحيل إلى العام القادم، علما أنه أصلا العراق به ترهل كبير في الوظائف. ذكرنا في اللقاء السابق هو 4 ملايين موظف و3 ملايين متقاعد، هذه نسبة جدا عالية بالنسبة لبلد عدد سكانه بحدود 35 إلى 38 مليون، وهي نسبة غير صحية بالمناسبة مقارنة بأي بلد آخر في العالم، وتستهلك جزء كبير من الموازنة. حسب تصريح لي السيد وزير المالية فقط الرواتب تستهلك حوالي 4 إلى 5 مليار دولار شهريا، يعني بالسنة حوالي 48 مليار. هذا الثقل الكبير، العبء الكبير على الموازنة لا يساعد في تخطي العجز بكل تأكيد. أيضا يعني أي التدابير التي من الممكن التحرز لها ماليا فيما يتعلق بجائحة كورونا فيما لو استمرت حتى العام المقبل سيد كوفند؟ لحسن الحظ العالم بدأ يتكيف مع جائحة الكورونا، وبدأ الاقتصادات تتحرك تدريجيا، وآثار الوباء بدأت تخف على الاقتصادات العالمية. وفي نفس الوقت احنا نتكلم عن النفط،
الآن التخمة اللي كانت موجودة في السوق النفطية كانت 30 مليون برميل يوميا، انخفضت إلى حدود 10 مع تخفيض أوبك، وبالتالي تحسنت الأسعار. وحسب تصريح خبراء روس أن الاقتصاد السوق النفطية استعادت 90% من عافيتها ولو الفترة قليلة الأشهر القادمة. هذه كلش مهمة، ستعيد تكون معينة للاقتصاد العراقي. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا هي جيدة وستؤتي ثمارها في الأشهر القادمة على رغم قصر المدة اللي هي إلى جانب تأكيد وعي المواطن بأهمية صحته وكذلك تقليص النفقات. وأهم شيء هو تقليص الهدر سد منافذ الفساد في مفاصل الدولة العراقية. الخبير الاقتصادي كوفانت شيرواني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، كنت معنا من أربيل.